أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج نقطة سجال. أعاد الرفض الأمريكي لتمديد نشر صواريخ الباتريوت على الأراضي التركية الجدل حول مدى التوافق الأمريكي التركي بشأن الأزمة السورية، فأي رسالة لأنقرة من هذا الموقف؟ وما خلفية التضارب في التصريحات الأمريكية والتركية حول المنطقة الآمنة شمال سوريا؟ وما هي أبعاد الهجمات المسلحة التي يشهدها الداخل التركي بالتزامن مع العمليات التي يجريها الجيش التركي على الحدود؟ وكيف ستؤثر هذه المعطيات وغيرها على الانتخابات البرلمانية المبكرة؟ نناقش هذه المحاور مع ضيفي الباحث والمحلل السياسي الدكتور زبير خلف الله، أيضا معنا هنا في الاستديو الناشط والباحث السياسي الدكتور محمد سعفين. أرحب بكما. أبدأ معك دكتور زبير. الرفض الأمريكي لتمديد فترة نشر صواريخ الباتريوت على الأراضي التركية، سبق ذلك ربما التضارب في التصريحات الأمريكية والتركية بشأن الاتفاق على منطقة عازلة في الشمال السوري، كل ذلك ربما يدفعنا لفتح ملف وموضوع التعاون أو التنسيق بالأزمة السورية. كيف يمكن وصف هذا التعاون والتنسيق؟ في البداية أريد أن أؤكد على شيء مهم جدا بالنسبة إلى تركيا. الآن وضع تركيا هي ليست وضع تركيا في التسعينات. يعني تركيا الآن ليست هي تركيا القديمة، لأن تركيا أصبحت دولة تلعب دورا إقليميا مهم جدا، ولها استراتيجية مهمة، ولها أصبحت مؤثرة في السياسة الإقليمية والدولية. وبالتالي الآن الأمريكان لم بدأوا يتعاملون مع تركيا وفق معايير جديدة، وهو وفق المساومة. يعني هنا مساومة لتركيا، أنه إذا أنت لم تقبلي بشروطنا فإننا سنتركك لوحدك تخوضين الحرب مع داعش ومع الPKK، يعني منظمة الحزب العمال الكردستاني، وأنك ستواجهين مصيرك لوحدك بمفردك في 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 منطقة هي تتفجر بشكل كبير. وبالتالي أن نأتي أن الآن الأمريكان هم يريدون إخضاع تركيا والضغط على تركيا من أجل تحقيق لها جملة من الشروط الأخرى، وهي أن تكون تركيا هي القاعدة، قاعدة تتأسس فيها قاعدة عسكرية أمريكية، باعتبار أن الآن بدأت تركيا ترفض تماما أي تدخل أمريكي أو تدخل عسكري في المنطقة. أعتقد الآن أن الخطاب لهذا التناقض بين الأمريكان وبين الأتراك فيما يخص وجهة نظرهم نظرهما في تجاه المسألة السورية، أن الأتراك بدأوا الآن يريدون أن يكونوا فاعلين في الساحة في المنطقة الإقليمية، وتكون هناك ما يسمى تأسيس المنطقة العازلة التي ستؤمن تركيا وسيكون جدارا آمنا بالنسبة إلى تركيا. كذلك هناك نقطة أخرى مهمة جدا، أنه رغبة تركيا في تأسيس ما يسمى بالمنطقة العازلة هو الوقوف ضد ما يسمى بمشروع تأسيس الدولة الكردية، الذي يمثل جدارا استراتيجيا وشوكة في حلق السياسة الخارجية التركية، ستكون جارا مزعجا بالنسبة إلى الأتراك. وبالتالي أن الآن هذا الاختلاف الكبير بين أعتقد بين الأمريكان وبين الأتراك فيما يخص ما يسمى بتأسيس الدولة الكردية وهذه المنطقة العازلة التي تصر تركيا على تأسيسها. الآن الأمريكان ما زالوا يترككون، وما زالوا في الحقيقة يريدون الكسب مزيد من الوقت من أجل إخضاع تركيا إلى جملة هذه الضغوط الكبيرة. والأحداث التي نراها اليوم في الآن من تفجيرات ومن قتل ومواجهات مع حزب العمال الكردستاني، ما هو إلا ورقة ضغط على السياسة الخارجية التركية من أجل الإذعان إلى السياسة الأمريكية. أعتقد إنه الأتراك الآن بدأوا يفكرون بمنطق براغماتي آخر، ليس بمنطقة الدولة الكوريدور التي تمر عليها أمريكا، والدولة التي تستخدم من أجل العدو الآخر اللي هي إيران أو روسيا في منطقة آسيا الوسطى. إنما أصبحت تركيا الآن تقول أنا الآن رقم صعب أيضا في المعادلة الاستراتيجية والإقليمية، وبالتالي لا يمكن أن تمرر علي مشاريع أخرى. إما تدخلوا معي في حرب ضد هؤلاء لهذه المشاريع وهذه مشاريع التقسيم في المنطقة، لأن فعلا الآن تركيا أصبحت هي أيضا مستهدفة في التقسيم، لأنه تأسيس دولة كردية أيضا سيتم اقتطاع قسم كبير من الأراضي التركية، وهذا بالنسبة إلى الأتراك سيعتبر خط أحمر لا يمكن أن أتجاوز. طيب تجاوز. دكتور محمد، أنت كيف تنظر إلى التنسيق الأمريكي التركي فيما يتعلق بالأزمة السورية تحديدا، وهل توافق ما ذهب إليه الدكتور زبير بأن الولايات المتحدة تتعامل الآن بمعايير جديدة مع تركيا الجديدة؟
يعني هناك أولا أود أن أشير إلى أن تركيا ربما هناك بالطبع تغيرات تحدث في النظام التركي، ولكن تركيا كجمهورية منذ تأسيسها في العشرينات وحتى اليوم توجه تركيا العام هو أقرب للغرب، وتركيا هي بالأساس جزء من حلف الناتو، حلف الشمال الأطلسي، وبالتالي هي جزء من الحلف العالمي للغرب بالمعنى العسكري، بالمعنى الاقتصادي والسياسي، وبالتالي لا يمكن أن نقول أن تركيا هي بمعزل عن هذا المشروع العام العالمي. نعم الولايات المتحدة الأمريكية، حلف الناتو، والعديد من القوى العالمية الغربية الإمبريالية لديها هنا مناطق عسكرية وقواعد عسكرية في تركيا، وهذا الكلام منذ الثمانينات وما يسبق ذلك. بالطبع هناك تغير في السياسة التركية، بمعنى حزب العدالة والتنمية صاحب وجهة النظر الليبرالية العثمانية الجديدة، الذي يطمح فعلا إلى أن يكون له سلطة ما على هذه المنطقة بشكل أو بآخر، على المنطقة العربية بنفس بإعادة تكرار الحلم العثماني القديم ببسط سيطرته على هذه المنطقة، ولكن بشكل وآلية جديدة. طبعا حزب العمال، حزب العدالة والتنمية ليس بعيدا بهذا المشروع عن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. المتغير الثاني في هذه المعادلة من وجهة نظري أن الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا بعد الأزمة الرأسمالية التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2009، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تفكر بكيفية أن تبقى على معادلات متوازنة مع المناطق المترامية في عدد من المناطق، وتكون سياستها ليست بالهجومية أو ليست هي المسيطر الأساسي على كل السياسات في كل المناطق، بدليل الاتفاقيات التي حدثت مع كوبا، التي حدثت مع إيران، التوازنات الجديدة التي دخلت فيها الولايات المتحدة الأمريكية مع أمريكا اللاتينية إلى آخره. فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة جزئياً تغير من سياساتها في المنطقة بترك فرصة للاعبين الإقليميين في المناطق. الآن في ظل هذا الجو، نقطة، هناك عدد من الاختلافات في وجهة النظر حول المشروع الغربي الإقليمي في الداخل السوري. حزب العدالة والتنمية ورجب طيب أردوغان هو بالأساس يطمح إلى الإطاحة ببشار الأسد، هذا رقم واحد. للولايات المتحدة الأمريكية والغرب هناك عدد من المصالح الأخرى التي تجمعها مع روسيا، مع إيران، مع إلى آخره، ضمن معادلات معينة، وهي لا تطمح تحديداً إلى إسقاط بشار الأسد، ولكن تطمح أكثر إلى إنهاء وجود داعش في هذه المنطقة. طيب دكتور زبير، إذا كانت فعلاً تركيا جزء من الحلف الغربي وهذه المنظومة الغربية، لماذا لا تكون هذه التصريحات المتضاربة حول المنطقة الآمنة أو غيرها من المواضيع، خاصة فيما يتعلق بالقضية السورية، ربما تكون في سياق تبادل الأدوار؟ يجب أن ندرك أن اتفاقية سايكس بيكو التي وقعت سنة 1916 تم صياغتها بوفق معايير معينة، وقد كل صياغة ما يسمى الدول الوطنية التي إما تابعة لإنجلترا أو تابعة لفرنسا. الآن هناك صياغة لمنطقة جديدة، تركيا الآن لم تعد هي، وكذلك أن صياغة هذه الاتفاقية سايكس بيكو كان في وضع كان فيه الدولة العثمانية منتهية تماما. الآن نحن الآن نرى أن تركيا التي غابت على المنطقة منذ 80 عاما أصبحت الآن تعود بقوة، ولها تمدد أسميه التمدد الناعم، ليس مثل التمدد الوحشي الذي نراه في إيران. الآن إيران تتمدد في المنطقة بقوة، في منطقة ليس فيها مشروع، في المنطقة العربية التي لا تجد فيها أي مشروع. أيضا تركيا من حقها أيضا أن تتمدد في المنطقة، وهذا ما الذي يخيف الأمريكان. تمدد ناعم لتركيا في المنطقة العربية في الحقيقة سيكسب هذه الشعوب العربية وسيجرها في الصف التركي وليس في الصف الإيراني. الآن الذي يخسر هو الصف الإيراني، المشروع الإيراني يخسر هذه المنطقة بأكملها باعتباره تحالفه مع ماذا؟ مع أنظمة قمعية وحشية ومجرم مثل النظام الأسد وغيره. هنا هذا التخال الاختلاف هو في الحقيقة الأمريكان لا يريدون لتركيا أن تنمو وتتمدد وتصبح قوة مهيمنة في المنطقة، وبالتالي هي محاولة لإلجامها وإيقافها على أي تمدد. كذلك أننا لا نرى أن تركيا لا تتمدد في المنطقة العربية فقط، وإنما تتمدد في منطقة أخرى، هي في منطقة آسيا الوسطى،
ولديها علاقات وأيضا تدخلت، بدأت الآن التركيا القديمة، ليست هي تركيا الجديدة، ليست هي تركيا القديمة، أصبحت الآن تلعب حتى في آسيا الوسطى حيث بحر قزوين وهذه المناطق. ندرك أيضا أن الاتفاق الإيراني الأمريكي الأخير نظرت إليه تركيا نظرة إيجابية. لماذا؟ وجدت فيه فرصة لتطوير اقتصاد، لربط علاقات اقتصادية مع إيران. سياسة تركيا الخارجية لا تقوم على التصادم، وإنما تقوم على ما يسمى التقدم بطريقة ناعمة دون التصادم مع أي طرف آخر. أيضا رغم هذه الاختلافات مع الأمريكان، إلا أن الآن لا يوجد تصادم بين الأمريكان، بين اختلاف في من ناحية العملية تصادم بين الأمريكان والأتراك، باعتبار أن تركيا كما ذكر الأستاذ الدكتور أن تركيا هي عضو في الحلف الناتو، وبالتالي تقول الغرب، رسالة الغرب، أنا يعني أمني وكل استقراري هو مرتبط بحلف الناتو، وما دام أنا عضو لابد أن تقفوا معي ضد هذه الحرب الشعواء التي تقع في المنطقة. النقطة الأخرى والمهمة جدا، تركيا الآن تخاف من تقسيم المنطقة. أيضا تركيا يكون لها نصيبها في سوريا. الآن سوريا تقسم، ستقسم، وما ما ما صرح به الأمريكان ورئيس الأركان الأمريكي يقول إنه مفهوم الدولة السورية ومفهوم الدولة العراقية انتهوا في القاموس السياسي، انتهى. طيب. كدولتين، وبالتالي هذا التقسيم قادم، وتركيا تريد أن تكون لاعب قوي ضمن هذه الخارطة الاستراتيجية الجديدة، وإذا لم تفاوض تركيا وتضغط أيضا فإنها قد تكون أيضا ضحية لعملية التقسيم، وخاصة ما يسمى بتأسيس الدولة. طيب. الكردية التي ستكون مزعجة جدا بالنسبة. طيب. إلى تركيا. طيب. أعود إليك دكتور محمد، أنت اعتبرت أن تركيا جزء من الحلف الغربي في هذا السياق، كيف تفسر تضارب التصريحات فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة والاتفاق عليها شمال سوريا؟ كيف تفسر الرفض الأمريكي لتمديد نشر صواريخ الباتريوت في الأراضي التركية؟ يعني بالعموم أو باختصار، هناك تضارب في المصالح المناطقية لهذه الدول في هذه المنطقة. ما يدفع بهذا الاتجاه هو أساساً أن تركيا لديها معادلات معتمدة على أمور داخلية وخارجية، من جزء منها الأكراد. الأكراد الآن بالنسبة للغرب هم القوة الميدانية تقريبا الأقوى التي تقاوم داعش ميدانيا، يعني والتي يمكن التفاوض معها، يعني بالمعنى الغربي، ليس كما يعني نظام السوري. وبالتالي الصراع لنقل الأزلي ما بين الأتراك والأكراد والجمهورية التركية والأكراد واضطهادهم للأكراد، وبالتالي حركة التحرر الكردية تطمح إلى وجود في هذا المكان. تركيا بالأساس لا تريد للأكراد أن يكون لهم وجود في هذه المنطقة بالمعنى القوة السياسية، يعني وجود عرقي ممكن ولكن بمعنى قوة سياسية لا. وبالتالي هناك عدم تقاطع في هذا في هذه النقطة. ما حدث في الفترة الأخيرة و زيادة لنقل الآلية التوجه العسكري لتركيا للذهاب نحو الخيارات العسكرية في المنطقة مع الأكراد، وسواء حتى من أجل ما تحلم به تركيا من إنشاء منطقة عازلة، بالطبع لا يتماشى مع ما يحدث الآن دوليا من اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإيران وإلى آخره، لإعادة برمجة ما يحدث من سياسات في هذه المنطقة. تركيا هي بالأساس ومنذ اندلاع الثورة السورية والتي تحولت إلى معركة أهلية تشارك بها كل الأطراف بلا استثناء، ولا نلوم طرف واحد بعينه، بل كل هذه الأطراف، تركيا وإيران والسعودية وغيرها، كلها مشاركة بهذه المعركة وهذه الدموية. تركيا تطمح إلى أخذ الكثير من سوريا لأنها دفعت بالكثير، يعني هي استقبلت، هي كانت الطامح الأكبر في المنطقة لأخذ أكبر جزء وأكبر حصة من سوريا بالمعنى الاقتصادي، فرض هيمنة اقتصادية تركية على سوريا، وهذا أصلا بدأ قبل حتى اندلاع الثورة السورية بالعلاقات العميقة التي بدأت ما بين النظام السوري وحكومة العدالة والتنمية أو تركيا. بعد اندلاع الثورة طمحت تركيا بناء على معطيات الموجودة في المنطقة وصعود الإسلام السياسي في المنطقة، في مصر، في تونس، إلى آخره، بنت آمالها على إمكانية تغيير النظام السوري ووضع أيضا نظام إسلامي سياسي قادر على التماهي معها في فرض هيمنتها الاقتصادية على المنطقة العربية كما هي تحاول ذلك منذ صعود حزب العدالة والتنمية.
وبالتالي تركيا دفعت الكثير باستقبال اللاجئين، دفعت الكثير باستخدام حدودها وإعطاء كل اللوجستيات لكل العسكريين وكل المعارضة السورية. تركيا دفعت الكثير وهي عرضت أمنها الوطني من أجل هذه القضية، وبالتالي الآن تركيا تريد أن تحصد كل ما دفعت في هذه القضايا، وبالتالي تركيا تفكر بشكل أساسي كيف ستكون لي الحصة للأسد من هذه المنطقة، كيف أستطيع أن أخذ حلب، كيف أستطيع أن على الأقل على هذه المناطق التي سوف تذهب إلى التقسيم، كيف أستطيع أن أقضي على وجود الأكراد في هذه المنطقة. كل هذه السياسات بالطبع لا هي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ولألمانيا تحديدا، هي بالنسبة لها أنا يعني ماذا تريد تركيا، يعني بالنسبة لها هذا خط متقدم عن ما هي تريد، وبالتالي هي تحاول أن تحجم من هذا الدور بناء على علاقاتها الإقليمية مع روسيا وإيران. دكتور زبير، إلى أي مدى توافق بأن الطموحات التركية في سوريا تصل إلى هذا الحد الذي تفضلت فيه؟ لا أعتقد أن أولا حتى يجب أن نكون دقيقين جدا في توصيف النظام السياسي الموجود في تركيا، هنا ليس إسلام سياسي، هنا هو حزب محافظ، حزب العدالة وحزب محافظ، في نهاية المطاف استطاع أن يخرج تخريجة معينة في المصالحة بين الدين والعلمانية، واستطاع بهذا الشكل أن يقدم صورة، لأن حزب العدالة والتنمية لو نرى فيه هو عدة أطراف بما فيها حتى علمانيين وحتى أصحاب عندهم يساريين في نهاية داخل هذا الحزب، يعني في نهاية في المحصلة هو ليس حزب إسلامي بالمفهوم الذي نراه الذي نعرفه نحن في المنطقة العربية. تركيا من حقها أيضا أن تطمح، وهذا في السياسة الواقعية في السياسة الخارجية، أنت الآن على حدود على منطقة بجانبك على حدود منطقة متفجرة، هل ستبقى صامتا أنت على هذا؟ لا يمكن. ثم أن ندرك جيدا أنه عندما بدأت الثورة السورية في بدايتها كان رجب طيب أردوان اتصل ببشار الأسد ونصحه عدة مرات قم بإصلاحات على الأقل حتى لا تنفجر الأمور، وهذا معروف معهود جدا، وحاولت السياسة الخارجية إلى آخر لحظة، حتى إلى حد الآن ما زالت هناك خطوط ربط مع النظام السوري حتى لا يتم، الدبلوماسية التركية تقوم على هذا النقط، ليس عكسنا نحن مباشرة مجرد خلاف ينقطع الحبل تماما، ما زالت إلى حد الآن هناك خيوط وروابط من أجل مد الجسور. طبعا الدبلوماسية التركية قديمة وعريقة في هذا الإطار، لكن أعتقد إنه تركيا الآن إذا أيضا هي لم تحافظ على أمنها واستقرارها، أيضا سيتم نقل المعركة من الواقع السوري إلى داخل تركيا، وهو ما يحصل الآن. هذه العمليات التي تقع الآن، المواجهة بين العسكر التركي، بين المؤسسة العسكرية التركية أو بين الدولة التركية وحزب PKK بالذات، حزب العمال الكردستاني، ليس لنقول الأكراد، أقول حزب العمال الكردستاني الذي هو يتحرك وفق أجندة غربية واضحة جدا. الأكراد على مدار التاريخ ثم استخدامهم كورقة ضغط على ضد عدة أي دول وطنية. أرى أعتقد أنه حزب الآن نقل التوتر داخل تركيا هو في الحق إرباك للساحة السياسية التركية، لا سيما إذا أدركنا أن تركيا الآن ستقبل على محطة انتخابية أخرى جديدة، ولا ندري مسار هذا المسار. سأحدث عن هذه النقطة ولو باختصار الآن، هل الولايات المتحدة الأمريكية راضية عن العمليات العسكرية التركية على الحدود التركية السورية؟ الولايات المتحدة الأمريكية ليست راضية. لماذا؟ تعتقد أنه بالنسبة إلى حزب العدالة العمال الكردستاني الضرب هذا هو سيزيد المنطقة أكثر توتر، يعني هذا ما صرح به الأمريكان على الأقل، ولكن في نهاية المطاف يتفقان مع بعض مع الأتراك أنه ولأن منظمة حزب العمال الكردستاني هي منظمة إرهابية، ومع الأسف أنه الأمريكان هنا يستخدمون ما يسمى باللغة المزدوجة أو اللغة التي تقول يعني نحن معك مع تركيا ومع ضد الإرهاب، ولكن في نفس الوقت هي تقوم بعملية الدعم لداعش ودعم لمنظمة PKK أو العمال الكردستاني. هذا الخطاب المزدوج هو الذي جعل فضح الأمريكان. طبعا تركيا الآن منزعجة جدا من هذا الخطاب المزدوج من ناحية مع تركيا في 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 مواجهتها ضد الإرهاب، ولكن في الناحية العملية نرى أن هناك دعم لوجستي حقيقي على أرض الميدان، ثم أنه أيضا لو أرادوا إسقاط النظام بشار لاستطاعوا أن يسقطوه بشكل كبير. لماذا الأمريكان الآن لا يوجهون حربهم ضد نظام بشار الذي يقتل بالبراميل آلاف الناس وهؤلاء اللاجئون الذين ضغطوا على تركيا؟ تركيا الآن أنا ليس بالضرورة أدعم تركيا، ولكن أقول ما أشاهده الآن وأنا أعيش في تركيا، أرى أن هناك أكثر من مليونين نازح
مرشح تركي لا يجد شخص أي من يتولى هذا أو أمر هؤلاء. نازح سوري. سوري نعم، هؤلاء السوريين من سيقوم، من سيتبناهم؟ يعني الدولة التركية الوحيدة، أو أعتقد تركيا الدولة الوحيدة التي قدمت مساعدات إلى اللاجئين السوريين، وبالتالي أصبحت عملية هذا التدفق الكبير للاجئين السوريين هو يحرج أو يزعج تركيا من حيث أمنها واستقرارها. دكتور زبير خلف الله، دكتور محمد سعفي، نتابع هذا الحوار بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج نقطة سجال. دكتور محمد، هل تتفق مع من يرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية منزعجة من الدور العسكري التركي على الحدود مع سوريا، وما هي الأسباب؟ نعم، أتفق أن الولايات المتحدة الأمريكية منزعجة من الدور التركي على الحدود، وذلك لأن الدور التركي الموجود على الحدود لا يهدف إلى بالأساس إلى إضعاف داعش، لأن يعني الأساس في الهجمة التركية على الحدود أو ما يحدث الآن على الحدود هي حل للأزمة التركية الداخلية التي لنقل ازدادت توتراً بعد الانتخابات النيابية الأخيرة أو الحكومية الأخيرة، بإنتاج صراع ما بين تركيا وما بين حزب العمال الكردستاني يؤدي إلى توتر أكبر، ويعيد الحفاظ على كتلة حزب العدالة والتنمية التي لديها توجه قومي تركي إسلامي. وبالتالي ما يحدث في المنطقة تحديدا إرادة الولايات المتحدة الأمريكية أو لنقل الغرب بتحالفه لعملية القضاء على داعش، لأنه بالتأكيد على الرغم من كل ما يثار ويقال، داعش بالنسبة للغرب، بالنسبة لروسيا، بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي خطر أساسي، لأنه خطر مجتمعي باعتبار بالنسبة لها وفي مجتمعاتها الداخلية إلى آخره، ولأنها لا تتعامل مع دولة لنقل بشكل دبلوماسي. وبالتالي الهدف القضاء على داعش هو هدف بالنسبة للأمريكي أساسي. ما تقوم به تركيا لا شيء بالنسبة لداعش، لأن كل ما قامت به هي عبارة عن هجمة أو هجمتين على مواقع الداعشية. الولايات المتحدة الأمريكية ترى في هذا التحالف للقضاء على داعش أن الأكراد كما قلت كقوة ميدانية هم الأكثر قدرة، كما حدث في كوباني أو عين العرب، وكما حدث في أكثر من مناطق. قوى الحماية الشعبية الكردية أنجزت ما لم يستطع إنجازه الآخرون في هذه المنطقة، وبالتالي هناك اعتماد أساسي بشكل عسكري ما يحدث في الميدان للولايات المتحدة الأمريكية على هذه القوى، وبحكم أن هذه القوى لا تمثل النظام الأسدي. بنفس الوقت هناك محاولة للدفع بقوى أخرى لتكون مضادة لداعش في هذه المنطقة. نقطة أخيرة أود أن أو جزء منه، الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر حزب العمال الكردستاني كأنه حزب إرهابي فعلا، وذلك لأن حزب العمال الكردستاني هو حزب ماركسي لينيني أنشئ في السبعينات، في نهاية السبعينات، ويدعو إلى مقاومة الإمبريالية في المنطقة، يدعو إلى مقاومة الصهيونية في المنطقة، ويدعو إلى مقاومة العقلية القومية في هذه المنطقة. وبالتالي بالنسبة لكل الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، حزب ماركسي لينيني يحارب في أحد الدول التي هي جزء من حلف الناتو، بالطبع هو عدو إرهابي ومسجل لديها في القوائم الإرهابية، عداك عن أنه تعلم كل ما حد من تعلم ما تعلمه من سلاح على يد المنظمات الفلسطينية التي تعتبرها أصلا الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بأنها منظمات إرهابية. أما ما التغير الذي حدث في المنطقة ووجود خطر أكبر هو داعش بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أدى إلى إيجاد معيارين بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية: حليف في الميدان وعدو في المنطقة والفكر بالعموم هذه المنطقة. دكتور زبير، تركيا تعلن الحرب على تنظيم الدولة أو داعش، وأيضا على التنظيمات الإرهابية الأخرى كحزب العمال الكردستاني، لكن عمليا نرى ربما أكثر من 200 ضربة جوية تركية على حزب العمال الكردستاني مقابل ضربات يسيرة فقط على تنظيم الدولة، كيف تفسر ذلك؟ يعني سأعود للسؤال هنا، لكن ذكر الدكتور، أولا أنه نريد أن نقول أنه هل الأمريكان هنا عندهم حرص كبير على المصلحة العربية، على المنطقة العربية؟ لا بالعكس. اثنين، لا طبعا، أنه الذي أوجد داعش هم الأمريكان. لا طبعا. دقيقة. والدليل على ذلك أنه هذه داعش ما هي كانت اللي هي موجودة في منطقة عازلة ليس لها أي قيمة أصلا،
وبين عشية وضحاها تخرج هذا بكل بأساطيره وبدباباته وبكل شيء، وتخرج هي على المنطقة وتصبح مهيمنة على مناطق كبيرة من العراق وعلى سوريا. وهذا سؤال، هل إذا كانت تركيا مثلا الآن متورطة في إيجاد داعش، كيف لدولة عريقة ولديها سياسة عميقة من قديم وكذا توجد عدوها في المنطقة وعلى الحدود وتتركه وتحاول أن تساهم في تضخيمه ودعمه؟ هذا سيكون أعتقد أنه هو انتحار في المستقبل، لأن هؤلاء لا يدركون. لأن تركيا الآن، تركيا هي في حد ذاتها دولة تدرك تماما أن المنطقة قادمة على تقسيم، وأن هناك حجم المؤامرات الغربية، وأن الغرب يتدخل بقوة، ولأن منطقة ما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الكبير الذي فشلوا فيه في سنة 2006 الآن هو يعاد من جديد وصياغته بطريقة جديدة. الأمريكان طيب. الخسائر التي ذاقوها في العراق وفي أفغانستان جعل هناك أسس قناعة لدى الأمريكان أنه لا يمكن أن نخوض حرب بجنودنا، سنخوض حرب بالوكالة، وداعش هي شكل من أشكال الحرب بالوكالة على هذه المنطقة. أعود إلى السؤال من جديد، أنه الآن تركيا تخوض حرب داخلية وحرب خارجية، وأهمها هي الحرب الداخلية، باعتبار أن حزب العدمان الكردستاني الآن هو يهدد أمن تركيا الداخلي، وأي تهديد لأمن تركيا الداخلي هو في الحقيقة سقوط للمشروع السياسي التركي الذي يطمح الأتراك أن يؤسسوه، وتركيا التي انتقلت الآن إلى مرحلة الدولة التاسعة عالميا، وهذا بالتالي يزعج كثير من الدول الغربية خصوصا ألمانيا وإنجلترا وفرنسا والأمريك وأمريكا، لا يريدون للدولة أن تكون دولة لها قوة في المنطقة في منطقة الشرق الأوسط. أعتقد أنه الآن ما أراه الآن أنه تركيا الآن في حربها ضد حزب العمال الكردستاني ما هي إلا لا تحارب فقط حزب العمال الكردستاني، وإنما هي تحارب أجندة إقليمية وغربية تريد توتير الأوضاع وهز ما يسمى بالمشروع التركي واستقرار تركيا بشكل عام. عدم ونحن نضاحل، لو رجعنا إلى الأحداث الماضية ما يسمى بجيزي بارك، هذه الأحداث التي وقعت في تركيا تورطت فيها عدة دول غربية، وبالتالي أن تركيا الآن هي مستهدفة من عدة أطراف، ليس فقط من عدة من حزب العمال الكردستاني، وليس أيضا فقط من حزب من داعش، وأيضا من هناك أيضا أنظمة إقليمية عربية وكذلك أنظمة غربية لا يريدون لتركيا. لست أدافع عن تركيا، ولكن يجب أن نكون صرحاء جدا أن الآن تركيا الآن في مشاريعها تطمح أن تكون هي القوة الثانية عالميا، تطمح هكذا، هذا الطموح هو الذي جرها إلى هذا مثل هذا التوتر. النتيجة التي انفجرت فيها فجأة بين المواجهة العسكرية بين الدولة وبين حزب العمال الكردستاني هي مفاجأة، فقد جاءت بعد الانتخابات، وهناك من يقول أن تركيا هي التي اصطنعت مثل هذه المواجهات. هل تركيا التي مشت في خطوات كبيرة جدا في مشروعها الإصلاحي وفي نموها الكبير، هل هي ستخلق مثل هذه المواجهات حتى يعني تلغي كل هذه الإصلاحات وتتأخر في تقدمها الإصلاحي؟ أعتقد أنه هنا من الإجحاف أن نقول أن تركيا هي التي صنعت مثل هذه المواجهات. النقطة الثانية باختصار لو سمحت، مواجهة داعش يأتي في المرحلة الثانية. تركيا تريد أن تؤمن الجبهة الداخلية، وتريد أن تؤسس إلى ما يسمى الاستقرار الداخلي الذي يمثل هو حصانة تركيا في المستقبل، ثم لتنتقل إلى مواجهة على مستوى الإقليم، على مستوى حدودها خارج حدودها. كذلك أن تركيا الآن ليس فقط لا يمكنها في نفس الوقت مؤسسة العسكرية أن تحارب حزب العمال الكردستاني وفي نفس الوقت تخرج طائراتها خارج الحدود وتضرب داعش. يعني عجلاً أم آجلاً تركيا ستواجه تنظيم الدولة من الناحية الاستراتيجي والعسكري لا يمكن تقول هذا خطأ وهذا غباء استراتيجي وعسكري. ثم أنه لما وفعلا والتقديرات والدراسات تقول والمعلومات تقول أنه حزب العمال الكردستاني فعلا أخذ ضربة كبيرة جدا، والآن بدأت فيه تراجع كبير. النقطة الثالثة أنه حزب تركيا الآن على مدار السنتين ولما بعد الانتخابات القادمة ستخوض حرب مع حزب العمال الكردستاني، وستدخل في صفقة مع أيضا مع بعض الأحزاب الكردية من أجل العودة إلى المصالحة الوطنية. طيب دكتور محمد، إذا لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية هي وراء تشكيل تنظيم الدولة، فمن إذن؟ يعني لنعود إلى مجريات الأحداث، أنه لا يجب أن نرى الأمور دائما كما تظهر الآن على السطح، لا، كل شيء له تاريخه. ما حدث في سوريا وبعد بدء الثورة السلمية
حقيقية المطالب في الداخل السوري والتي تم تحليلها من قبل النظام تماما كما يتم الآن التحليل بمنظور التآمر الخارجي. نعم وهذا ما نتحدث عنه عن أحداث جيزة التي كانت في مطالب محقة تماما كما حدث في بداية الثورة السورية وليست عبارة عن تآمر خارجي. بدأ فعلا بعدها تسييس هذا الحراك الداخلي للذهاب إلى تآمر خارجي فعلا. بعدها بدأت السعودية بدأت بعد فترة تركية. ما هي مطالب جيزة كانت؟ مطالب التي وقعت في جيزة؟ سأدخل في هذا الموضوع لأنه تحليل حزب العدالة والتنمية لا يمكن أن يكون فقط من منظور خارجي بل يجب أن نتحدث عنه من منظور داخلي. ولكن فيما يتعلق من أنشأ داعش، كل هذه القوى قطر، الخليج، تحديدا السعودية وتركيا كقوى إقليمية هي الأقوى الآن والأكثر استقرارا الآن في المنطقة بعيدا عن مصر وإلى آخره. طيب. والقادر على التدخل في سوريا. كل هذه القوى دعمت الحراك المسلح في الداخل السوري بشتى وسائل. كل هذه القوى عبارة عن قوى إسلام سياسي أعيد ذات توجه إسلام سني، أن تنشر هذا الإسلام السني والإسلام السياسي في كل منطقة ليكون متحكما بها وتكون ضمن مصالحها. بنفس البوتقة ذهبت باتجاه تسليح المعارضة السورية مهما كان شكلها على أن تكون ذا خطاب إسلامي. في البداية كان هناك الإخوان المسلمين، الجيش السوري الحر بقيادة الإخوان. لا، الإخوان المسلمين ليس لهم جناح عسكري، هذا معروف. أنا بس لكن نعم أنا أتحدث في المشهد السياسي كان الإخوان الجيش الحر وليس إسلاميا حسن، ولكن كان هناك دعم ودفع باتجاه أسلمت أيضا الصراع وتحويله إلى صراع طائفي ما بين السلطة التي تدعى أنها علوية وبين كل هذا الدعم أدى إلى نشوء قوى أكثر راديكالية من ناحية إسلامية في المنطقة. السعودية وقطر استمرت في دعم هذه القوى، وتركيا أيضا سمحت. لماذا وجود داعش على المناطق؟ داعش غير موجودة إلا بكثافة على المناطق التركية والحدود التركية. ما سبب هذا الموضوع؟ يعني هذا نحن نتحدث في الميدان والجغرافيا. كل داعش وقوة داعش الأساسية هي موجودة في شمال سوريا. لماذا استطاعوا أن يأخذوا أو يدخلوا باتجاه حلب ولم يذهبوا إلى دمشق مع أنه الأساس هو دمشق؟ لماذا؟ لأن كل القوى الميدانية والإمدادات السلاحية اللوجستية هي موجودة من الحدود التركية. الدولة التركية فعلا دولة عريقة وقادرة على سد حدودها تجاه أي تسريب للمقاتلين القادمين من تونس من ليبيا ومن كل من كل مكان في الدنيا يذهبوا إلى تشكيل داعش. طيب. تركيا لحظة فقط قليلة، في الاعتقالات الأخيرة التي حدثت تماما كما حدث في تركيا، تركيا ذهبت لتضرب داعش، ضربت 3 ضربات داعش، توجهت الحزب العمال الكردستاني. في الاعتقالات الداخلية أيضا على الرغم من تواجد داعش في أكثر من مكان، داعش نعم في تركيا، في تركيا والتوجهات الداعشية الموجودة في أكثر من مكان، تنسيب مكاتب موجودة في تركيا. كيف يمكن تحديد التوجهات الداعشية؟ وين كلامنا؟ وين موثق في ضمن الإعلام التركي؟ هذا ما أريد أن أقول. لا يوجد، مش موثق. هناك أولا في الداخل التركي الحديث ويجري تسجيل كل يوم على الأسلحة الذاهبة باتجاه وعلى المحاربين المقاتلين الذاهبين من تركيا ومن خارج تركيا باتجاه سوريا. دقيق، العفو على الحدود. هل الآن عم تقول هناك مكاتب تمثيل لداعش داخل تركيا؟ هذا خطير جدا الكلام هذا. ما هو الدليل عندك؟ أعطيني كل الإعلام التركي موجود في لا الإعلام التركي أنا أتابع الإعلام التركي لا يوجد هذا مكاتب تمثيل تقول؟ لا ليس تمثيل طبعا، حدث عن خلايا داعشية نائمة في تركيا، نائمة بمعنى يعني أفراد متعاطفون. لا ليس متعاطفين، يجيشون الناس من هنا. طيب. ويذهبون بهم إلى هناك باختصار يعني. وهذا موجود الحكم في كل موثق. الدول العربية. طيب. وهنا موجود في كل العالم. دكتور هناك نعم. نقطة أخرى يعني دكتور زبير. دكتور زبير هناك نقطة أخرى، يعني لماذا داعش هي قوية فقط على الحدود التركية السورية على امتداد هذه؟ بالعكس، هذا يدل على أنه تركيا هي المستهدفة، استقرار تركيا هو المستهدف. يعني عندما تضع لي منظمات عصابات مسلحة الآن على الحدود التركية وتصبح الجيش التركي كله مستنفر على الحدود، معناها أن هناك خطر بالنسبة إلى تركيا. يعني أن لماذا لا يحارب هذا الداعش؟ لماذا لا يتقدمون في اتجاه مثل ما قلت في اتجاه دمشق؟ لماذا هناك تحالف بين داعش والنظام؟ الغرب ضد تركيا، حلف الناتو والاستقرار في تركيا مهم للغرب كله. كيف نقول ان الغرب يريد عدم استقرار تركيا؟ هل سيكون داعش هو حمايه لتركيا؟ لا طبعا، بس ولكن الغباء السياسي اللي ادى الى فتح هذه المجال في سوريا الان المستهدف مستهدف ليس تركيا. تركيا بالنسبة للغرب حليف أساسي في المنطقة، لا يمكن أن يتخلوا عنه، لا يمكن أن يسمحوا حتى لأردوغان أن يتخلى عنه. تحت ما يسمى المساومات،
إما تقبلي بشروطنا، الغرب يقول لها إما تقبل بشروطنا مثل ما كنت قديما، أو أنت خطر داعش سيأتيك وسيدخلون إليك وستول. وهذه لاحظ العملية نقل توتير الأوضاع. بعد كانت هناك مفاهمات كبيرة بين الأكراد وبين الدولة التركية أو بين حزب العدالة والتنمية على أساس صياغة ما يسمى المشروع المصالحة الوطنية، بل أن هناك عودة كبيرة من الناس إلى مناطق الشرق، وبدت فعلا ونسبة كبيرة من الأكراد رحبوا بهذه المصالحة. لماذا بين عشية وضحاها تنفجر الأمور وتتوتر الوضع السياسي؟ ليش؟ طيب. هل هو في صالح، انظر، هل هو في صالح المشروع السياسي التركي الواعد الذي يريد أن يكون له قوة داخل المنطقة الإقليمية أم ضده؟ فالحقيقة الجواب الثاني هو ضده. طيب. لماذا؟ لأن تركيا الآن، انظر الآن تركيا حجم المشاريع التي تقوم بها تركيا الآن تقوم ما يسمى بقناة إسطنبول، نعم قناة إسطنبول التي ستعوض ما يسمى بمضيق البوسفور، وستكون أي سفينة ستمر ستأخذ رسوم عنها، وكذلك هناك مطار ثالث وهو أكبر مطار في العالم. هذه يدل على كذلك عدة مشاريع كبيرة جدا. طيب. تركيا أيضا الآن دخلت إلى منطقة آسيا الوسطى، دخلت إلى أفريقيا هناك. طيب. أيضا ثم أنه المعيار لا يمكن أن نقلب المسألة على معيار سني شيعي. تركيا لا أعتقد أن تحركها النزعة السنية. صحيح أن تركيا تتعاطف مع السنة العرب، ولكن أيضا في المقابل هناك مشروع آخر اللي هو حزب الله وإيران وعدة دول مثل الإمارات وعدة دول أخرى تتضافر وتتعاون مع بعضها من أجل قص أجنحة ما يسمى بالثورة أو ثورة التحرير الوطني. نعم، هذا هو الخطاب الطائفي بحد. نعم، وأيضا في نفس الوقت ما يسمى إيقاف تركيا أو تمدد. طيب. لتركيا المشروع هذا يجب أن نضعه في ضمن سياقه الداخلي، ضمن سياق التوازنات الداخلية التركية. طيب. هناك اختلافات أكيد، هناك حزب العدالة والتنمية لديه أخطاء كثيرة جدا، وهذه الأخطاء ربما هي التي ستوصله إلى هذا التوتر. النقطة الثالثة أنه طموح تركيا هو الذي أوصلها إلى أن يصبح لديها أعداء كثر وسيوقفون مثل هذا المشروع التركي. دكتور الزبير خلف الله، دكتور محمد سعفين، نتابع الحديث بعد هذا الفاصل، فابقى معنا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج نقطة سجال. دكتور محمد، العمليات العسكرية على الحدود مع تركيا وما يرافقها من مواقف وتصريحات إقليمية ودولية تجري قبيل انتخابات برلمانية مبكرة منتظرة، برأيك كل ما يجري كيف سيؤثر على توجه الناخب التركي؟ نعم، يعني في البداية حتى نفهم ما سيتوجه إليه الناخب التركي يجب علينا نفهم ما حدث في الانتخابات الأخيرة على الأقل ولو بشرح مختصر. طيب. وما حدث في الموازين التركية الداخلية والخارجية بعد هذه الانتخابات. حزب العدالة والتنمية ومنذ نهاية عام 2002 وهو الحزب الذي يشكل الأغلبية الحكومية ولديه الحكومة بيد يعني حزب واحد منذ 13 عاما. طيب. للمرة الأولى وفي هذه الانتخابات التي حدثت بشكل ديمقراطي كالعادة. طيب. جاءت الانتخابات على غير ما يريد حزب العدالة والتنمية. صحيح. وبشكل لا يسمح له بتشكيل حكومة منفردا بشكل منفرد. السبب الأساسي هو أن الأكراد أو حزب الشعوب الديمقراطي الممثل أساسا للأكراد والذي تحالف مع قوى اليسار التركي. نعم. في هذه المنطقة استطاع للمرة الأولى اجتياز العتبة الانتخابية 10% وبالتالي الحصول على 81 مقعد نيابي. وهذا هو الشيء الوحيد الذي تغير مقارنة مع الانتخابات السابقة. أليس لحزب العدالة والتنمية الفضل في هذه الإتاحة للأكراد للدخول إلى البرلمان؟ بالطبع لا، يعني الأكراد دخلوا في كل الانتخابات البرلمانية السابقة وحققوا نجاحات متفاوتة، ولكن كان معظمها ما بين 25 إلى 35 مقعد. السبب الأساسي لم يكن كانت النسبة دائما تصل إلى حوالي 8%. لم يتخطوا العشرة، ولكن لأنهم كانوا يدخلوا بشكل مستقلين في المناطق. طيب. بالتالي عدد البرلمانيين سيكون أقل إلى آخره، ولكن دخولهم ككتلة سياسية واحدة تعديهم 10% أدى إلى إسقاط مشروع حزب العدالة والتنمية، تحديدا الرئيس رجب طيب أردوغان.
طبعا هناك خلافات سياسية داخلية في الحزب العدالة والتنمية أساسها هي تحجيم رجب طيب أردوغان لكل السياسيين الذين كانوا موجودين ومعه رفاق الدرب من عبد الله جول إلى بولانت أرنج طيب. إلى آخره، وبالتالي هناك تفرد سياسي من ناحية رجب طيب أردوغان. الآن كيف سيكون توجه الناخب التركي؟ أردوغان حاول وحزب العدالة والتنمية حاول أن يعيد بلبلة الأوراق بالشكل الآتي: خلق صراع مع الأكراد مرة أخرى، لأن الصراع مع الأكراد سيعيد الوعي القومي التركي، وبالتالي يعيد اصطفاف النسبة الانتخابية التي أدت إلى فوز الأكراد من يعني الكتلة التصويتية التركية التي صوتت للأكراد في الانتخابات الأخيرة ليعيدها إلى الصف التركي. هذا ما يطمح إليه الحزب العدالة والتنمية، وبالتالي إعادة هذا الحزب إلى ما خلف العتبة البرلمانية هو كان الهدف الأساسي في التفجير الذي حدث بالنهاية. ما بدأ كل هذا الصراع كان التفجير اللي حدث في سورش، وهو استهدف فيه القوى اليسار التركي التي كانت ذاهبة لدعم حزب العمال الكردستاني. يعني هو ما بدأ في الصراع 30 شاب قتلوا، وبعدها بدأ القتال ما بين هنا وهنا وإلى آخره، بدأ الموضوع ينفتح. إذن كان المستهدف الأول ليس التركية، ليس حزب العمال الكردستاني هو من استهدف تركيا، بل كان افتعال لصراع دموي يهدف بالأساس إلى إعادة وتراجع الصف الكردي الذي بدأ بالإنجاز من ناحية سياسية بتلويثه بالدم، يعني بين قوسين، يعني أو بخلق صورة شبه دموية للسياسيين الأكراد الموجودين في الداخل الذين يلعبون اللعبة السياسية، وتحويل المجتمع ليكون ضدهم. ما ستؤول إليه الأمور من وجهة نظري؟ نعم، باختصار على ما يبدو حزب العدالة والتنمية وكل الصراعات الداخلية التي فيه وكل هذا المشهد سيؤدي ليس إلى زيادة عدد ناخبين حزب العدالة والتنمية، سيؤدي إلى تراجع حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة، لربما يؤدي إلى تراجع في الأكراد، ولكن لن تذهب هذه الأصوات إلى حزب العدالة والتنمية. حزب العدالة والتنمية بدأ تدريجي منذ أحداث جيزي التي كانت تستهدف وتقول بالأساس أن المجتمع التركي لا يريد الذهاب نحو دكتاتورية كأي دكتاتورية أخرى، هو يريد الديمقراطية ويريد أن يكون حق وليس للأغلبية التصويتية هي فقط الاستفراد في كل هذا المشهد. دكتور زبير خرف الله، أنت كيف تنظر إلى توجه الناخب التركي في هذه الانتخابات المنتظرة بعد هذه العمليات الجارية؟ الانتخابات الأخيرة كانت لا يفرست شيء أحدث صدمة داخل الشارع السياسي التركي، داخل الشارع التركي بشكل عام ولدى المواطن التركي. الآن المواطن التركي أصبح خائف على مستقبله الاقتصادي. الآن هناك اهتزاز كبير في الاقتصاد التركي، هناك اهتزاز سياسي أيضا في المشهد السياسي، هناك اهتزاز كبير. يعني النتائج التي لم يتقدم فيها حزب العدالة والتنمية هي في الحقيقة كانت نتائجها أو تأثيراتها سلبية ولم تكن تأثيراتها إيجابية. وبالتالي أعتقد أن حزب العدالة والتنمية الآن بتصوره الآن يسعى إلى ما يسمى الذهاب إلى ما إلى الانتخابات المبكرة من أجل إعادة من أجل تشكيل حكومة، على الأقل حكومة وحدة وطنية أو حكومة لوحده، لأن حزب العدالة والتنمية عندما وصل إلى حزب إلى 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 السلطة استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة. ونحن نعلم أن تركيا مصيبة، تركيا وأزمتها فيما يسمى بالحكومات الائتلافية على مدار سنوات طويلة وعلى مدار عقود طويلة. تركيا لم تتقدم بسبب وجود هذه الحكومات الائتلافية. الشعب التركي والتركي لم تعرف تقدما وتطورا إلا مع حزب العدالة والتنمية كحزب له رؤية ومشروع وله قدرة على محاربة الفساد وله رؤية وطنية من أجل الارتقاء بتركيا من دولة كوريدور إلى يمر عليها الغزاة إلى دولة أصبحت هي رقم صعب في المعادلة الدولية. أعتقد أن الانتخابات الآن ستتجه في هذا المسار، أنه ممكن حزب العدالة والتنمية سيفوز بالأغلبية، ولكن ليس تكون لن يكون فوز كبير جدا من تشكيل حكومة في هذه الانتخابات الجديدة. في هذه الانتخابات الجديدة سيفوز، ولكن لن يكون فوزا كبيرا بالمعنى المطلوب، باعتبار أن هناك أنه الشعب الآن أدرك قيمة حزب العدالة والتنمية وأنه مضطر أن يدفع في اتجاه إنجاح حزب العدالة والتنمية، لأنه تركيا الآن استقرارها أمنها السياسي، أمنها الاقتصادي وأمنها الاجتماعي أصبح مرهون بهذه الانتخابات. إما يفوز حزب العدالة والتنمية ويشكل حكومة لوحده باعتبار أنه يشكل القوة الأكبر في الساحة فعلا، هذا ما راد حزب العدالة والتنمية في هذه المرحلة، أو
سنعود إلى ما يسمى نقطة الصفر، وبالتالي ستتغول قوى أخرى اللي هو حزب اللي هو الحزب الشعوب الديمقراطية، مع العلم أن حزب الشعوب الأكراد هم الذين فتح لهم حزب العدالة والتنمية أن يدخل إلى البرلمان، بل وأعطاهم القدرة على الحوار والمصالحة وفتح باب ما يسمى الاعتراف باللغة الكردية وقنوات فضائية، وأصبحت الكردية يتحدث بها الإنسان الكردي بأريحية ودون خوف ودون أي شيء. طيب. هذا يدل على أن هناك رغبة سياسية وإرادة سياسية من أجل مصالحة حقيقية، ومن أجل حتى خطاب حزب العدالة والتنمية يتفي اتجاه في اتجاه هذا، نحن إخوة الأكتراك والأكراد. طيب. والعرب هم إخوة على مدار التاريخ، ولكن رغم ذلك نجد أن حزب الشعوب الديمقراطي ماذا يقول؟ ظهورنا هو حزب الفككاء واليبكاء وغيره، وهذه كلها هذه أحزاب إرهابية، وبالتالي هذا المنطق. طيب. أنت كمسؤول، أنت كحزب مسؤول في البرلمان تدعم الإرهاب، وبالتالي أعتقد نجح حزب العدالة والتنمية في توريط حزب الشعوب الديمقراطي أمام الرأي العام الإقليمي والدولي أو المحلي والإقليمي والدولي، وباعتبارك أنت حزب سياسي تدعم ما يسمى حزب منظمة إرهابية. أعتقد أنه الشارع التركي الآن أدرك تماما أنه ربما، أنا أعتقد هذا تخمينا مثل ما ذكر الأخ، أنه قد تمشي في اتجاه أنه يفوز حزب العدالة والتنمية. لكن الشعوب الديمقراطي ربما منذ أيام يعني دعا حزب العمال الكردستاني لنبذ العنف منذ أيام قليلة. سأعود إلى هذه النقطة دكتور زبير. دكتور محمد، قلت قبل قليل أن حزب العدالة والتنمية ربما سعى لخلق صراع مع الأكراد للاستفادة واستثمار ذلك سياسيا عبر الانتخابات القادمة، لكن ألا تعتقد أن تركيا تختلف عن دولنا العربية؟ تركيا لها مؤسسات تحكمها مؤسسات، ولا يمكن لأي حزب مهما كان هذا الحزب أن يتحكم بمصير الدولة التركية بهذا الشكل؟ بالطبع تركيا لا تشبه الدول العربية، هذا شيء مفرغ منه يعني. ولكن من أسسها، يعني لننظر من أسسها والعقلية التي أسستها ما هي كانت يعني بالأساس. لا نتحدث في هذا الموضوع لاختلاف في النهج القومي للمؤسس للدولة التركية. نعم. ولكن على كافة الأحوال هناك أسس ديمقراطية فعلا أسست في هذه الدولة للمرة الأولى ومنذ تاريخ ديمقراطي لتركيا منذ عام 46 والبدء ب التعدد الحزبي في تركيا. للمرة الأولى حزب واحد يحكم تركيا ولمدة 13 عاما، يعني تقريبا سدس كل المرحلة الديمقراطية. طيب. التركية في خلال هذه المرحلة حزب العدالة والتنمية لم يقف جانبا يعني تجاه الدولة التركية، بدأ بتصفية كل يعني الأسس البيروقراطية التي تسمح له بدخول الدولة نفسها، الدولة التركية ببيروقراطياتها، من سواء من خلال المحاكم أو من خلال الجيش، وأنتم تعرفون ماذا حدث خلال السنوات الماضية من تصفية لقيادة الجيش السابق، من تصفية لقيادة المحاكم السابقين والمدعين العامين وتغييرهم. حزب العدالة والتنمية تمكن خلال الفترة الماضية من تضعيف عدد جهاز الشرطة إلى 5 أضعاف مما كان عليه قبل دخوله، وبالتالي استطاع دفع بمعظم كوادره للدخول إلى داخل التركي لأن 13 عاما نصف جيل يعني. استطاع خلالها تغيير بنية كبيرة في داخل الدولة التركية للسيطرة عليها، السيطرة على الجيش، السيطرة على الأخير. بالطبع هناك توجهات داخل الدولة التركية ما زالت ضد هذا المسار الذي تذهب إليه تركيا، لأن الكل متخوف من هذا المسار. ما هو المسار الجاري الآن ما بعد الانتخابات؟ المسار هو الآتي: حزب العدالة والتنمية يقول للناخبين الأتراك، إما أنا وإما الفوضى وإما فوضى الاقتصاد وإما تراجع الاقتصادي وإما تراجع البلد، إما أنا وإما الدم وإما الحروب وإما وبالتالي لا يختلف بذلك مع الأحزاب في الدول العربية والأنظمة. دكتور الزبير، ما المختلف إذا؟ لا، ليس بهذا الشكل. أولا حزب العدالة والتنمية حزب استطاع أن يقود تركيا على مدار 13 عام، والناخب التركي لماذا اختاره على مدار 3 محطات انتخابية؟ اختاره لأدرك أنه فيه نجاحات أمام حقيقية يراها ونحن نراها. أنا أعيش كعربي أعيش في تركيا، أرى نجاحات كبيرة لم نرها من قبل،
وهذا النجاحات ليس في الحقيقة تحسب لصالح حزب العدالة والتنمية. يعني حزب العدالة والتنمية الذي بنى على ظهره وعلى عاتقه هذه النجاحات وهذه الإصلاحات يأتي في لحظة ويفسدها ليس من المنطق. ثم كذلك ذكر الدكتور إنه الآن حزب العدالة والتنمية قام بتصفيه جملة من القيادات العسكرية ولهيمنة على الدولة. يا أخي هل تركيا كانت في نهاية النهار كانت تهيمن عليه المؤسسة العسكرية؟ في أي لحظة يقوم أي انقلاب؟ ثم هناك دولة عميقة، ثم هناك نظام موازي اللي هو ما يسمى الكيان الموازي المحسوب على مجموعة فتح الله جيلان. هذه المجموعات كلها تتضافر وتلعب في ضد ما يسمى مشروع تركيا الوطني الديمقراطي الذي يطمح الأتراك في تأسيسه. المشروع الديمقراطي في تركيا استطاع الآن على مدار 13 عام، أعتقد أن حزب العدالة والتنمية نجح في هذا. والدليل على ذلك أن تركيا من 111 رقم 11 عالمين أصبحت الآن رقم 9 عالمين. هذه النجاحات هل هي تعود إلى فلسفة الهيمنة أم تعود إلى أن هناك رؤية حقيقية من أجل تأسيس المشروع الديمقراطي السياسي الحقيقي الذي نطمح؟ ثم أن تركيا لم تقف في على مدار سنوات طويلة لم تقف مع المشروع العربي مع الأزمة العربية. الآن على مدار هذه 13 عام بدأ الآن الأتراك يرعودون إلينا ويقفون معنا ويدعمون كثير علينا. دكتور محمد، بقي معنا أقل ربما من دقيقتين. معظم استطلاعات الرأي الآن تقول بأن حزب الشعوب الديمقراطي هو أكبر الخاسرين من أي انتخابات مبكرة تجري نتيجة دعمه لحزب العمال الكردستاني نتيجة الهجمات المسلحة التي تقوم بها شبيبة العمال الكردستاني في الداخل التركي. لماذا يعني حزب الشعب الديمقراطي ورط نفسه بهذا الأمر؟ يعني بالنهاية حزب الشعب الديمقراطي لم يورط نفسه، هو الوجه السياسي لحزب العمال الكردستاني. يعني هذا الأمر واضح للجميع، وهم يعني لربما سياسيا لا يريدون أن يورطوا نفسهم من المحاكم إلى آخره، ولكن هم فعلا نفس المشروع، الخط السياسي لهذا المشروع. وبالتالي لكن الهدف الأساسي هنا في هذا المشروع لنقل الحركة الكردية وما يسمى بالحركة الكردية التي تجمع بين حزب العمال الكردستاني وحزب الشعوب الديمقراطي كل هذا. هناك ما بعد عام 2005 توجه للذهاب نحو دمقرطة النضال الكردي من أجل حرية الأقلية الكردية في المنطقة، والذهاب نحو فكرة الكونفدرالية ذات القوة المركزية للمنطقة. هذا التغير أدى بالأساس إلى دخول الحزب أو الحركة بشكل سياسي في المعادلة. ما يحدث الآن بالطبع مثل ما قلنا، ما دفع به بالنهاية من يملك القوة في هذه البلد ليس حزب الشعب الديمقراطي، من يملك القوة هو حزب العدالة والتنمية، من يملك المال، من يملك الإعلام، من يملك إلى آخره. طيب. وبالتالي بالطبع هو دفع من أجل أصلاً كل المعركة هذه، هو من أجل خسارة حزب الشعوب الديمقراطي وعدم تجاوزه للعتبة الانتخابية. دكتور زبير، بقي معنا أقل من دقيقة حتى نختم الحلقة. دكتور زبير، حزب الشعوب الديمقراطي قبل أيام قليلة فقد دعا حزب العمال الكردستاني لنبذ العنف، هل تعتقد أن حزب الشعوب الديمقراطي يمكنه التجاوز وتعويض الخسارة الشعبية؟ هل سيتجاوز في هذه الانتخابات حاجز 10% باختصار شديد؟ أعتقد ممكن قد يتجاوز حزب 10% باعتبار أن الوضع المتوتر الآن بين الدولة التركية وبين الأكراد قد يجعل من حزب الشعوب الديمقراطي الآن هو ضحية. ولذلك على حزب العدالة والتنمية أن ينتبه لمثل هذه العمليات التي تقام الآن، وثم أنه حزب الشعوب الديمقراطي هو الآن في البرلمان، لأنه سياسيا أنت الآن تقول أنا ضد العمليات الكردية ضد العمليات الإرهابية، وفي نفس الوقت تقول أنه حزب الإرهابية هي سند لنا وهي الظهر الذي يحمينا. فبالتالي أن هناك تناقض كبير. ربما حزب الشعوب الديمقراطي ربما قد يحصل على 9%، وهذا وقد يكون العام الأكثر. في المحصلة أعتقد أنه على الأكراد أنه لا يمكن تقسيم تركيا، وهذا خط أحمر، ويجب أن تتجه تركيا في اتجاه المصالح. دكتور محمد السعفين الناشط والمحلل السياسي، انتهى وقت البرنامج. أعتذر مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.